أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن الموضوع اللي معنا النهاردة أو العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04130305191. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية باور فقط، العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية معمرة عمرة كاملة، ديسكو اسطوانة زيرو، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها طقم كاوتش جديد، العربية المكنة وآلات الجر بحالة الزيرو، العربية فابريكا دواخل رشة خارجي، العربية تنجيد الكابينة، العربية على المفتاح، مش عايزة جنيه مصروف. صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال فقط. للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008 هيكون على رقم 012-839-72640. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-839-72640. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة واخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو او استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.